دلوقتي احنا بنتكلم على الويفز. الويفز عامة احنا بنشوفها كده كده اساسا في البحر. انا دلوقتي لو انا بتفرج على اي ويف وهي بتحصل، زي مثلا انا براقب بوت معينة، زي مثلا دي ويف في البحر وفي بوت هنا الويف كبيرة شوية، فده منظر البوت بتاعتي. نفترض ان هي طبق كده وخلاص. بس لو انا الويف بتاعتي ماشية في الدايركشن ده، كمان شوية المنظر بتاع الويف هيبقى فور اكزامبل هنا، هي نفس الويف بالظبط بس اتحركت يمين شوية. هلاقي البوت بتاعتي لو كان فور اكزامبل السنتر بتاع البوت هنا دلوقتي، هلاقي السنتر ده نزل تحت شوية، البوت كلها على بعضها هلاقيها نزلت تحت. عشان بس نفهم الموضوع ده شوية، ممكن اوريكم فيديو معين شكل كورة كده عايمة على مية فيها ويفز. لو انا بتكلم على الكورة دي، انا دلوقتي مشغل الفيديو ففي ويفز بتعدي، الويفز دي بتخلي الكورة بس تطلع وتنزل، مش بتخليها تروح يمين ولا شمال. لو شفنا الفيديو تاني، الويفز كانت ماشية للشمال بس الكورة بس عملت تباونس كده up and down في مكان، ده اللي بيحصل للكورة. انا دلوقتي لو انا بتكلم على اي ويف، هي مش بتنقل الماتر لمكان، هي بس بتديها displacement. for example في الكيس دي كانت up and down. انا دلوقتي لو بتكلم على اي ويف، اي ويف وهي ماشية، دي ويف ثابتة. لو انا حركتها لليمين شوية، example مسكت البتاعة دي كلها كده وحركتها لليمين، مين اللي بيمشي معايا؟ ده مش البارتكلز اللي في الويفز، فور اكزامبل مش الميه مثلا، لا، اللي بيمشي معايا ده شويه انرجي which means ان انا دلوقتي لو سالني what is a wave او ايه هي البروبرتي بتاعت الويف، اقول له a wave is a means of transferring energy. طب الترانسفيرنج اوف انرجي ده ازاي بنقله؟ عشان نفهم برضو خلينا نشوف فيديو تاني. انا دلوقتي عندي سبرينج عباره عن لوبس، كل لوب دي من دول هعتبرها وان مولكيول، المولكيولز دي مربوطه ببعض بانترمولكيولار فورسز، هنا بس اللوبس داخله على بعضها بس كونكتد ببعض كانها مولكيولز ما بينها انترمولكيولار فورسز. لو انا دلوقتي عملت اي ويف، اي بلس كده، البلس اللي انا بعملها اللي مشيت دي، الحته اللي مشيت دي، خلينا نشوفها واحده واحده. الجزء العالي ده، الجزء العالي ده انا شايفه بيمشي to the left، بس اللوب الواحده من دول ما مشيتش to the left، هي طلعت وهترجع تاني مكانها. ده بنسميه الريس بوزيشن بتاع المولكيولز او الريس بوزيشن بتاع البارتكلز في اي ويفز. كل اللي انا بعمله ان انا ببعت بلس بتمشي بتزق البارتكلز دي يا فوق يا تحت وهكذا. لو فضلت انا اعمل فايبريشن هقدر ابعت ويف كامله كونتينيوس. اوكي طيب، انا دلوقتي الانرجي بتاعتي كانت ماشيه هوريزونتالي تو ذا ليفت، بس البارتكلز طلعت لفوق ونزلت لتحت. لما بلاقي ان انا عندي دلوقتي الاوسيليشن بتاعتي او الفايبريشن بتاعت البارتكلز مش في نفس الدايركشن بتاعت الويف نفسها، خلينا نرسم حاجه او نزود سبيس. لو قلت مثلا ان الدايركشن بتاعت الويف كانت to the right، ده الدايركشن اللي انا ماشي فيه، وانا ماسك حاجه كده بخليها توسليت up and down، هلاقي كل البارتكلز اللي في السكه بتاعت الويف بتاعتي هتوسليت up and down. لو الاوسليشن perpendicular to the direction of the wave، ده بنسميه transverse wave. فلو سألني what is meant by a transverse wave، أقول له it is a wave where the oscillation or the vibration is perpendicular to the direction of travel of the wave، أو بنسميها wave propagation، الحتة اللي الwave بتسترد فيها. طب في نوع تاني من الwaves اسمه longitudinal. longitudinal wave بتبقى نفس الفكرة برضو displacement، الparticles بتvibrate بس مش في نفس الناحية اللي الwave ماشي فيها. فور اكزامبل لو الويف ماشيه برضه تو ذا رايت،
عشان اعمل ترانسفيرس ويف همسك البارتكل اللي في اول الويف دي واحركها بارلل للدايركشن بتاعت الانرجي اللي ماشي. فبقول انا لو حركت البارتكل دي يمين وشمال هلاقي كل البارتكلز اللي بعد كده برضو ابتدوا يتحركوا يمين وشمال. دي ما بتسميهاش ترانسفيرس ويف، دي بتسميها لونجيتيودينال ويف. طيب مين اكزامبلز للترانسفيرس ويف ومين اكزامبلز لللونجيتيودينال ويف؟ الترانسفيرس ويف سهله جدا، احنا الووتر ويف احنا باين قوي ان هي بتفايبريت بيربنديكولار، بتبقى الموجه بتاعت البحر جايه ناحيتك بس الميه بتطلع فوق وتحت، او لو انت قاعد في مركب كارب مركب الميه بتخبطك من الويف بتخبطك من اليمين، المركب ما بتروحش يمين، المركب بس بتطلع فوق على الويف وتنزل تاني. فانا الووتر ويفز دول ترانسفيرس ويف. في حاجات كده اسمها الكتروماجنتيك ويفز زي اللايت، كل دول ترانسفيرس ويف. لايت، راديو، انفراريد راديشن اللي هي بتاعه الهيت، جاما راديشن اللي كانت في الاتوميك، كل دول ترانسفيرس ويفز، يعني الفايبريشن بيربنديكولار للدايركشن بتاع الويف بروباجيشن. في عندنا برضو في اللونجيتيودينال لازم نعرف اكزامبلز. للاسف الاكزامبل الوحيد اللي احنا عارفينه عن اللونجيتيودينال ويف هي الساوند. لو تفتكروا في اكزامبل اللاود سبيكر في الموتور افكت كنا بنقول ان الكويل بيخلي الكون بتاع اللاود سبيكر يطلع قدام ويرجع ورا فبيفضل يزق الهواء، والساوند ويف بتمشي away from the loudspeaker، يعني الاثنين دول parallel. مدام parallel the vibration parallel the direction بتاعت الويف يبقى انا كده longitudinal. في حاجة تانية اسمها seismic waves او زي ال earthquakes. ال earthquakes دول برضو longitudinal waves، وهي عبارة by the way عن sound wave. فاحنا basically الاكزامبل الوحيد اللي احنا نعرفه كبني ادمين يعني عن longitudinal waves هي sound waves بس. طيب احنا عرفنا دلوقتي الفرق بين الترانسفيرس ويف واللونجيتيودينال ويف. لو انا عايز اشوف لونجيتيودينال ويف ممكن بنفس الطريقه بتاعت الهيليكال سبرينج دي اعمل كومبريشنز وريفراكشنز. ايه كومبريشنز وريفراكشنز دول؟ خلينا نشوف لونجيتيودينال ويف. اوكي الكومبريشنز اللي انا شفتها بتمشي دي، الحته الضيقه دي بنسميها كومبريشن، الحته الواسعه اللي كانت قبليها دي بنسميها ريفراكشن. فانا اللونجيتيودينال ويفز بتبقى عباره عن كومبريشنز وريفراكشنز ماشيين ورا بعض. الترانسفيرس ويف خلي بالكم الفايبريشن كانت بيربنديكولار، اللونجيتيودينال ويف كانت بارلل للانرجي ترانسفير. كده عرفنا الفرق بين ترانسفيرس ولونجيتيودينال. في كلاسيفيكيشن تانية للويفز، في حاجة كده اسمها ميكانيكال ويف وحاجة تانية اسمها الكتروماجنتيك ويف. احنا اوريدي قلنا ان الكتروماجنتيك ويف هي نوع من انواع الترانسفيرس. طب يعني ايه ميكانيكال؟ يعني فيها بارتكلز بتفايبريت، اكشلي بتفايبريت. الكتروماجنتيك يعني انا عندي حاجتين، الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. طب ايه اللي بيحصل للفيلدز دول؟ حاجه اسمها variation، يعني حتت فيها الفيلد strong حتت فيها الفيلد weak، بس السترينث مش ثابت، يعني strong كمان شويه هيبقى weak والweak كمان شويه هيبقى strong. ساعات الفيلد بيبقى باصص لفوق ساعات الفيلد بيبقى باصص لتحت، فالدايركشن والماجنتيود بتاع الفيلدز عمال يتغير كان بيحصل vibration. فانا الميكانيكال waves بيحصل vibration، الالكتروماجنتيك waves بيحصل حاجة اسمها variation في الفيلد. sorry. طيب دلوقتي لو أنا عايز أريبريزنت أي wave في شوية حاجات كده لازم نعرفها. حاجة اسمها displacement، حاجة اسمها amplitude، حاجة اسمها wavelength، حاجة اسمها periodic time، أو ساعات بنسميها the period وخلاص.
الحاجات دي بتديفاين اي ويف. لو انا مثلا رسمت جراف زي مثلا كان عندي بارتكلز كده كتيره جنب بعض، ده مكانهم الطبيعي قبل ما يحصل اي ويف، ده بنسميه rest position. يا ريت اللي حط النقطه دي على السكرين يشيلها. اوكي طيب ال rest position ده لو انا رسمت له مكان معين ك x axis وقلت ان ال x axis ده distance اللي الويف هتمشيها، وعايز اعرف كل بارتكل مكانها فين من ال rest position في وقت معين، فهرسم y axis هسميها displacement. ال displacement هي عباره عن ايه بقى؟ عشان نفهم بس ال displacement هوريكم simulation كده معين. المكان البارتكلز فيه اللي هي الكورة الحمراء والخضراء دي، ده اللي انا بسميه راست بوزيشن. ده حبل كده واحد ماسكه من ناحيه من الناحيه دي وموديه لبره بره بيت معين. فاقول ايه اللي هيحصل لو انا ابتديت احرك الحبل ده من هنا فوق وتحت؟ انا بعمل ديسبيسمنت، انا بحرك البوينت الخضراء لفوق وبهنزلها تاني لتحت. في حد داخل؟ طيب دلوقتي لو انا ابتديت احرك الميتال راد دي لفوق، بصوا ايه اللي بيحصل للبارتكلز. بتطلع وتنزل بعيد عن الراست بوزيشن، بس البوينت الواحده كل اللي هي بتعمله ايه؟ بتطلع وتنزل في مكانها، بتفايبريت في مكانها، بس انا شايف عامه حاجه ماشيه تو ذا رايت. اللي بيمشي تو ذا رايت ده مش البارتكلز، دي الانر. يعني انتوا لو مثلا قاعدين في سبيكتيتور مدرجات بتاعت ملعب وبتعملوا ويف بتاعت التشجيع دي، كل واحد بيقف ويقعد في مكانه، مش اكشلي بيجري لليمين ولا بيجري للشمال، بس لو واحد بيتفرج من كاميرا من بعيد هيتهيأ له ان في حاجه ماشيه لليمين. دي الانرجي مش البارتكلز نفسهم. طيب الحته اللي انا بمشيها تحت او فوق الراست بوزيشن ده اللي انا بسميه displacement. طيب ده الراست بوزيشن بتاع المولكيولز. انا لو ابتديت احرك ناحيه معينه من الروب، البارتكلز بتبتدي تتحرك وراها، فانا كده بخلي البارتكلز تبعد عن الراست بوزيشن. الراست بوزيشن اللي هو اللاين المنقط ده. لو انا بتكلم على البارتكل الراد دي اللي انا مشاور عليها، ليها ديسبيسمنت ديستنس معينه من الراست بوزيشن، ده اللي انا بسميه ديسبيسمنت. هي مشيت بعيد عن الراست بوينت قد ايه؟ طيب دي ليها ديستنس اكتر فديسبيسمنت اعلى، دي عندها اعلى displacement. اعلى displacement ده اللي انا بسميه amplitude. فعايزين نرسم برضو الشكل ده ونشوف يعني ايه amplitude. لو انا عندي شكل wave عاملة كده، دي عندها displacement صغيرة، دي عندها displacement اكتر شوية. by the way point دي ما عندهاش displacement، displacement بتاعتها بزيرو عشان هي على الرست position. لكن البوينت دي عندها حاجه اسمها ماكسيمم ديسبيسمنت، ده اللي انا بسميه امبليتيود. اوكي فانا الامبليتيود لو سالني هو ايه، هو الماكسيمم ديسبيسمنت. الديسبيسمنت ده ديستانس منين بالظبط؟ ديستانس من الريست بوزيشن. تمام. دلوقتي لو انا شفت البارتكل دي والبارتكل دي، الاثنين دول هشوف الديسبيسمنت بتاعتهم هلاقيهم زي بعض بالظبط. طب دي كانت ماكسيمم ديسبيسمنت ودي ماكسيمم ديسبيسمنت، فدي برضو اسمها امبليتيود، دي برضو اسمها امبليتيود. الامبليتيودز عامه بالنسبه لنا كاي جي بيبقى هو في كل حته، فانا سواء فوق سواء تحت سواء على ديستانس كبيره لليمين ديستانس للشمال، كده كده الامبليتيود بيفضل زي ما هو. الحتت اللي فوق دي بنسميها كريستس بتاعت الويف، الحتت اللي تحت دي بنسميها troughs بتاعت الويف. هي trough بس بتتكتب gh. طب لو انا قست الديستنس من crest لcrest او من trough لtrough، هلاقي الديستنس دي هيها بالظبط. الديستنس دي لو انا رسم الويف مظبوطة، يعني الديستنس دي هي اللي احنا بنسميها ويف لينث. الويف لينث السيمبل بتاعها اسمه لامدا، هو كانه كرسي ليه تاندا بس بصه للشمال.
اوكي هي عامله زي الواي بس مقلوبه كده ورايحه للشمال. اوكي طيب فانا اللي فوق ده برضو اسمه ويفلنث. لو شفت اي اتنين بوينتس كوريسبوندنج لبعض، يعني واحده زي دي في النص بالظبط عند الراس بوزيشن وبعدها الويف مشاوره لفوق، وبوينت زي دي برضو في النص وبعديها الويف مشاوره لفوق، يبقى الديستنس ما بينهم برضو اسمها ويف. دلوقتي لو عندي اي اتنين بوينتس كوريسبوندنج لبعض او شبه بعض بالظبط، هلاقي الديستنس ما بينهم اسمها ويف. اوكي طب لو قال لي define wavelength، مبدئيا length يعني distance، بس الdistance دي انا بمشيها يعني traveled. طب traveled by mean by a wave. طب همشيها في وقت قد ايه؟ لو رجعنا للsimulation تاني بتاع الwave، نعمل reset، خلينا نمشي بالراحة كده. انا هتحرك من النص بالظبط عشان اعمل one complete vibration، هطلع هرجع للنص هنزل وارجع للنص بعد كده هبتدي اكرر، يبقى كده خلاص انا خلصت one complete oscillation. فانا دلوقتي هطلع وصلت للطب كده، انا خلصت ربع المشوار بتاعي، فانا عملت شكل ربع ويف. طيب هنزل للنص وهنزل تحت تاني وهطلع تاني للنص، طلعت نص نزلت نص. شايفين ايه اللي اترسم عندي دلوقتي؟ ده بنسميه one wave form، ده شكل one wave بس. الديستنس من البوينت الخضرة دي للبوينت دي ده one complete wavelength، عشان الاثنين زي بعض بالظبط. لو عملت ويف بعدها هلاقي البوينت دي زي البوينت دي بالظبط، فبرضه الديستنس ما بينهم one wavelength. يعني أنا دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ بمشي distance to the right one wavelength لما بكون خلصت one complete oscillation. يعني ده اللي بيحصل during one oscillation. يبقى ال wavelength هي distance traveled by a wave during one complete oscillation. طب أعرفها إزاي على graph displacement time؟ هي distance between crest to crest أو distance between trough to trough أو أي اتنين points شكلهم شبه بعض. باي ذا واي دي مش شبه الاثنين بوينتس اللي عليهم سيركلز دول، يعني دي في النص بس بعديها الويف نازله مش طالعه، فانا لازم اخد بالي هو الاثنين فعلا شبه بعض ولا مش شبه بعض. فاحنا كده دلوقتي فهمنا يعني ايه ويف لينث ويعني ايه امبليتيود وديسبيسمنت والحاجات دي. ندخل على اللي بعده، يعني ايه بيريودك تايم؟ عشان نفهم بس بيريودك تايم محتاجين نرسم نوع ثاني من الجرافز. لو انا رسمت جراف مثلا displacement برضو على ال x axis، سوري على ال y axis، وعلى ال x axis ما رسمتش distance رسمت time، ده معناه ايه؟ لو انا مثلا جبت pendulum، ال pendulum ده ممكن يكستند شوية، فهو لما بيجي ينزل يروح لليمين شوية بيطول، يروح للشمال شوية بيطول، وساي مثلا ده كان عمال يدريب ink وعندي ورقة هنا. طول ما البند اللي عمال يسوينج هو عمال يرسم لي خط كده رايح راجع، الانك عمال يدريب على الورقة. طب ايه اللي هيحصل لو انا سحبت الورقة من تحتيه وهو عمال يعمل سوينجينج رايح راجع؟ هلاقيه رسم لي شكل ويف. فهو دلوقتي لو الورقة دي بتتحرك زي مثلا الناحية دي وانا الانك ده عمال يدريب، هلاقي الانك عمال يرسم لي نقط بتعمل لي شكل ويف. طب ده بيريبريزنت ايه؟ انا عندي بارتكل واحده بس بتفايبريت، which means ان انا دلوقتي براقب البارتكل دي مع التايم. عند وقت معين كانت البارتكل دي هنا، عند وقت تاني كانت هنا فعمل لها بلوتنج في البوينت دي، عند وقت تالت كانت هنا فعمل لها بلوتنج في البوينت دي، وهكذا. هلاقيه برسم جراف شكله عامل زي الويف العادية. طب لو انا بتكلم على الديستنس دي مش الواي اكسس برضو لسه اسمه displacement، يبقى الحتة دي اسمها amplitude برضو. فانا سواء عندي displacement time graph او displacement distance graph، الاثنين graphs الحتة دي اسمها amplitude. طب الفرق في ايه ما بين التو graphs؟ لا
لو خدت اتنين بوينتس شبه بعض for example البوينت دي والبوينت دي في الجراف الاولاني ده كان اسمه ويف لينث عشان الاكس اكسس كانت ديستنس بس هنا الاكس اكسس اسمه تايم طب مش دي 1 ويف يبقى ده التايم بتاع 1 ويف ده اللي احنا بنسميه تايم بيريد التايم بيريد او بريدك تايم بنديله سيمبل كابيتال تي فلو سالني وات از مينت باي تايم بيريد او بريدك تايم هو التايم اوف 1 اوسيليشن يبقى الـ wavelength هو distance traveled during one oscillation with time والperiodic time هو time of one oscillation خلينا نشوف شوية حاجات جديدة لو قلت مثلا ان انا بيسموني frequent visitor لستاربكس عشان بروح كتير وواحد كده من الموظفين حد من الادارة قال له انا عايزك تراقب لي الريجولرز الناس اللي بتيجي كتير بيجوا كام مرة في الاسبوع تقريبا فالراجل دلوقتي كل ما انا هروح المحل هيفضل يعد انا حضرت مره فوتت يوم حضرت تاني فوتت يوم حضرت تاني جيت اليوم اللي بعده وهكذا دلوقتي زي مثلا انا رحت 3 ايام ورا بعض وكان في يومين في النص 6 ايام ما بينهم كده انا رحت 5 مرات بس في 1 ويك بس في ويك تاني كنت عيان رحت مرتين بس في ويك تالت رحت 4 مرات وهكذا فانا دلوقتي ده ويك 1 ده ويك 2 ده ويك 3 وهكذا طب لو الراجل عايز يحسب كافريج كده انا بروح كام مره نمبر في 1 ويك ويك ذا تايم لو الراجل عارف يحسب انا بروح كام مره تقريبا في الاسبوع كافريج كده يبقى هو بيحسب حاجه اسمها فريكوينسي فانا دلوقتي هعمل ايه عشان احسب التوتال فريكوينسي او الافريج فريكوينسي هشوف انا عامه رحت كام مره 5 و2 7 7 و4 11 انا رحت 11 مره في كام ويك في 3 ويكس اوكي فانا كده اليونت بتاعتي هتبقى نمبر اوف فيزيتس بير ويك بس الفريكوينسي كنا خدنا في الالترنيتنج كارنت كان ليها حاجه اسمها هرتز كده الهرتز ما ينفعش فيها تايم بالويكس الهرتز لازم يكون التايم ان سكندز فانا لو قلت لكم مثلا ان في واحد قاعد على مركب نفترض ان البتاع اللي انا رسمته ده مركب يعني اوكي وفي ويفز عماله تمشي زي مثلا في واحد واقف ماسك ستوب ووتش فور اكزامبل لقيت الراجل ده عد مثلا سي 30 ويفز والتايم اللي أخدوه 30 waves دول كان مثلاً 2 minutes إزاي أحسب الفريكوينسي أنا؟ إحنا كان إيه التكنيك بتاعي؟ كان فوق فيه number وتحت كان فيه time فأنا قادر أجيب general formula كده للفريكوينسي الفريكوينسي هي number of waves over time بس عشان أجيب اليونت بالهرتز لازم أحول التايم لإيه؟ seconds فانا دلوقتي the number of waves كان 30 بس the time عندي مش 2 minutes هكتبه 2 times 60 فانا عندي دلوقتي ادي ال reading بتاعتي 2 في 6 ب 12 3 على 12 يعني 1 over 4 اللي هي 0.25 طب 0.25 مين hertz الهرتز بتكتب h capital that small طيب دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه frequency فهمنا يعني ايه periodic time في حاجة بس relationship ما بين الfrequency والperiodic time لو انا قلت لكم ان عامة الgeneral rule بتاعت الfrequency كانت ان frequency equal number over time لو انا ال number of waves اللي عدى هو one wave بس مش التايم اللي هياخدوه هو time of one wave يبقى ده اسمه periodic time يبقى انا اقدر اجيب relationship دلوقتي ان frequency هي 1 over periodic time طب ليه دي كده؟ عشان لما يكون العدد 1 يبقى التايم هو التايم بتاع 1 اللي اسمه periodic time by the way ينفع اكتبها بالعكس اقول ان periodic time هو 1 over frequency فانا كده جبت relationship ما بين frequency والtime وما بين number والtime بس لو هتعامل ما بين 1 over
يبقى انا لازم التايم بتاعي ده يبقى اسمه periodic time. طيب احنا كنا بنقول ان الويف عباره عن انرجي بتمشي، واي حاجه بتمشي اكيد عندها سبيد، فانا في حاجه اسمها speed of the wave. طب السبيد اوف ذا ويف بحسبها ازاي؟ اي سبيد هي distance over time. طب لو افترضنا ان الديستنس اللي الويف مشيتها كانت 1 ويف لينث، يبقى التايم اللي انا هاخده هو التايم بتاع 1 ويف اللي هو اسمه برضو periodic time. فاقدر اقول دلوقتي ان السبيد equal wavelength over periodic time. طب ينفع اكتب الايكويشن دي speed equals wavelength times 1 over periodic time. انا كده كماث انا ما عملتش اي حاجه، انا ما غيرتش اي حاجه في الايكويشن، وعارف برضو ان 1 over periodic time كانت equal حاجه اسمها frequency، فانا هجمع الاثنين دول في الايكويشن دي واقوم شايل 1 over t واحط بدلها f. دي اهم ايكويشن في الويفز كلها، waves و sound و light وكل حاجة، دي أهم equation، حتى هم أصلا بيسموها the wave equation. أوكي؟ بس ال wave equation دي ليها شروط. ال frequency دايما بالهرتز، يعني time لما أجي أحسب frequency لازم يكون in seconds. لو بقى ال wavelength عندي بالمتر، ال speed هتطلع meter per second، ما ينفعش تكون حاجة تانية. طب لو مثلا الويف لينث ادوني بالسنتيمتر، يبقى لازم السبيد بتاعتي تكون سنتيمتر بير سكند. طب لو لقيت واحده كده واحده كده، طبعا اسهل ان انا احول الويف لينث عشان اخليه شبه السبيد. اوكي طيب دلوقتي احنا فهمنا البروبرتيز بتاعت الويفز، كان في حاجه اسمها ديسبيسمنت، فهمنا يعني ايه ديسبيسمنت. الديسبيسمنت هي الديستنس من الراس بوزيشن، وكان في حاجة اسمها amplitude، ده الماكسيمم displacement من الراس بوزيشن، اللي هي من crest للراس بوزيشن أو من trough للراس بوزيشن. وكان في حاجة اسمها wavelength، بعرفها من الجراف distance ما بين crest و crest، distance ما بين trough و trough، أو distance ما بين اثنين points شبه بعض على الجراف. طيب دلوقتي لو قال لي define wavelength، مش هقول له distance ما بين crest و crest أو trough و trough، أقول له هي distance traveled by the wave during one complete oscillation. طب يعني إيه periodic time؟ هو time of one oscillation. بجيبه إزاي؟ مش هعرف أجيبه لو الـ x-axis distance، هعرف أجيبه لو الـ x-axis time. برضو هجيبها من crest لcrest أو من trough لtrough أو من اتنين points شبه بعض على الجراف، بس اسمها periodic time وبتبقى in seconds. قلنا برضو إن في حاجة اسمها frequency، وان الجنرال رول بتاعت الفريكوينسي هي number of waves over time. لازم يكون التايم بالسكندز عشان يكون اليونت بتاعت الفريكوينسي هرتز. طيب في relationship ما بين الفريكوينسي والperiodic time، ان frequency equal 1 over periodic time، او time equal periodic time equal 1 over frequency، برضو لازم تكون التايم بالسكندز. في حاجة اسمها wave equation، ان السبيد ايكوال wavelength تايمز فريكوينسي، او بنحفظها على طول v ايكوال لامدا اف. اوكي خلينا نروح لحاجه جديده. لو انا زي مثلا دروبت اي زلطه كده فليك، لو انا الزلطه دي خبطت السيرفيس بتاع الميه، هتبتدي تعمل حاجه اسمها سيركلر ريبل، والريبل دي هتبتدي تسبريد، هتوسع. طب الريبل دي لو انا ما كنتش جبت زلطه ورميتها، انا جبت مثلا كوره وصناره كده وابتديت احرك الكوره دي up and down، هلاقي الريبلز عماله تطلع. فانا بقول ان انا عندي ايه اللي بيحصل هنا؟ اللاين ده بنسميه ويف فرونت. هنفهم اكتر لو شفت حاجه في تانك. في تانك لو انا جبت مسطره وعملت plane waves، زي مثلا ادي التانك بتاعي. اوكي ده ليفل بتاع ميه في تانك. لو انا دلوقتي جبت ديبر مدور كده، كوره كده مدوره، ومسكتها بخيط وفضلت احرك الكوره دي فوق وتحت، هيحصل عندي circular ripples كده، والcircular ripples دي هتفضل
توسع لبره في كل الدايركشنز. لو انا كنت جايب مسطره، المسطره دي جبتها في اخر التانك كده وابتديت برضو احركها up and down، هيحصل عندي حاجه اسمها plane waves. البلين waves دي هشوف شكلها على الادج بتاع التانك waves عاديه، على الادج التاني هيبقى نفس المنظر بالظبط، بس كل كراست من دول لو جيت ابص كده هلاقي قصادها كراست من الناحيه الثانيه. اللاين اللي بيجمع الكراست دول اسمه ويف فرونت. دلوقتي لو انا بتكلم على الويف فرونت دي ازاي اشوفها اصلا في الريبل تانك او منظرها عامل ازاي، شوفها في الفيديو ده. لو انا عندي في ويفز بلين ويفز وهم بيتحركوا، اللاين اللي مجمع الكراست دي هو ده اللي انا بسميه وفرونت. ده بيبقى كذا ويف جنب بعض بس الويف كلها على بعضها بتمشي ككراست لاين كده بنسميه وفرونت. لو انا بتكلم ان الويف ده الدايركشن اللي هي ماشيه فيه من عند المسطره، اوكي رنتين، من عند المسطره للناحيه دي ده دايركشن اوف ذا ويف. لو انا عايز اتفرج على شكل الويف فرونت من فوق، فور اكزامبل لو انا بصيت من هنا من فوق كده ده منظر الاي بتاعتي، هلاقي ان انا عندي في ويف فرونت خرج من عند المسطره وابتدى يتحرك بالمنظر ده شكل الويف فرونت. طيب انا دلوقتي الويف فرونت دي عامله كام ديجري مع الدايركشن اوف ذا ويف؟ هلاقي دايما الويف فرونت عامله 90 ديجريز مع الويف نفسها. هلاقي الدايركشن اهو والحاجات اللي عامله 90 ديجريز دول اللي انا بسميهم ويف فرونتس. طب بما ان الويف فرونتس دول ده كريست لاين وده كريست لاين، مين الديستنس ما بين كريست وكريست كان اسمها وان ويف لينث. الويف لينث بيبقى زي ما هو في الويف ما بيتغيرش ابدا، يعني كل الديستنسز ما بين كل الويف فرونتس دول ديستنس واحد. اوكي طب بالنسبه للسيركلر ويف ايه اللي بيخلي ان انا عندي يبقى فيه سيركل في الـ في الـ في الكوره اللي بتعمل اوسيليشن دي؟ الويف بتمشي في كل ناحيه، في يمين وشمال، في فوق وتحت، في مايل كده. اللاين الوحيد اللي ممكن يعمل 90 ديجريز عشان نسميه ويف فرونت على كل الدايركشنز دول بيبقى شكله سيركلر. عشان كده لو انا جايب حاجه رفيعه كده وبعمل بيها اوسيليشنز في فالويف فرونت هيبقى شكله سيركل مش ستريت لاين. دول بنسميهم سيركلر ويفز عشان بيسبريد في كل دايركشن، ودول بنسميهم بلين ويفز بيسبريد في دايركشن واحد بس. طيب دلوقتي الويف فرونتس دول ممكن اشوفهم ازاي؟ لو انا ادي التانك باصص له من الجنب، زي مثلا ادي شكل الويفز من الجنب، احنا قلنا لو انا باصص من فوق هشوفهم straight lines كده، انا مش بشوف السهم ده، انا بس بشوف الويف فرونتس اللي هو crests 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 وهكذا. لو انا عايز اشوف المنظر بتاع الويف فرونتس دول وهو بيتحرك، الريبل تانك عاده بيبقى ليه رجلين كده، وادي المكان اللي بيبقى فيه حاجه اسمها oscillator او vibrator، دي الحاجه اللي انا حاططها عماله تطلع وتنزل، وبيبقى فيه stand من فوق كده في lamp، عندي source of light. The source of light ده بسبب الwaves اللي هما curved بيرسم لي شكل الwave fronts على البيز اللي تحت التانك، بيرسمهم كشادوز كده. عند كل trough بيعمل لي shadow، مش means ان هنا في crest هنا في trough، هنا في crest هنا في trough وهكذا. لو الwaves دي عمالة تمشي هلاقي lines دي بتمشي، فأنا كده اتفرجت على المنظر بتاع الwave fronts. ده المنظر اللي انا بسميه ويف فرونت لاينز، بس الاقيها بتمشي. مشكلتي في حاجه واحده، لو انا مثلا عايز احط مسطره هنا واقيس الويف لينث بتاع الويفز بكام، فانا المفروض اقيسها من وان لاين للي بعده اللي هو من كريست لكريست او من تروف لتروف، بس انا مش هعرف اقيسهم وهما بيمشوا، فبجيب حاجه اسمها ستروبو لايت. ايه الاستروبو لايت ده؟
الستروبو لايت بيبقى فلاشينج لايت والفريكوينسي بتاعته بتبقى نفس الفريكوينسي بتاعه الاوسيليتر. دلوقتي لو في فلاشينج لايت فوق الريبل تانك، الفلاشينج لايت ده خليت الفريكوينسي بتاعته لو فريكوينسي اف وخليت برضو الفريكوينسي بتاعه الحاجه اللي بتعمل الويفز برضو اف، هلاقي اللايت بينور ويطفي بنفس الريت اللي المسطره بتطلع وتنزل. فهلاقي كل مره اللايت بينور هلاقي اول مثلا اول ويف فرونت هنا كان هسميه 1 ده 2 ده 3 وهكذا. لما اول مره اللايت نور كان ده الترتيب بتاعهم 1 2 3. تاني مره اللايت هينور يعني اللايت هيقفل وهينور تاني، 1 هيكون وصل هنا و2 هيكون وصل هنا و3 هيكون وصل هنا، فانا هشوف اللاينز كانهم ما اتحركوش خالص مع انهم اصلا اتحركوا بس الدنيا كانت ضلمه وهم بيتحركوا، فانا هيتهيأ لي ان اللاينز واقفه في مكانها. فبالتالي دلوقتي كل مره اللايت ينور اشوف الريدنج بتاعتي كانت كام، فور اكزامبل هنا وهنا، فانا كده عرفت اقيس الديستنس اللي اسمها ويف لينث على الشيت اللي تحت الريبل تانك. انا دلوقتي بتفرج على شادوز بس الفلاشنج لايت ده خلالي الشادوز شكلها واقف بدل ما كانت بتمشي عشان الويف بتمشي. طيب دلوقتي فانا فهمت ازاي اتفرج على شكل الويف فرونتس في ريبل تانك، اجيب فلاشنج لايت من فوق يبقى ما بنسميه ستروبو لايت، الفريكوينسي بتاعته نفس الفريكوينسي بتاعت الاوسيليتر فهيوريني شكل الويف فرونتس واقدر اقيس الويف لينث بمسطره عادي لان الويف فرونتس بالنسبه لي هيتهيأ لي انها واقفه مش بتتحرك. طيب دلوقتي عايزين ندخل في الفينومينا اللي بتحصل للويفز. احنا عندنا ثلاث حاجات بيحصلوا للويفز، حاجه اسمها ريفلكشن، حاجة اسمها diffraction، حاجة اسمها refraction. طب مين الreflection ده؟ basically حاجة اسمها rebounding. ايه الrebounding ده؟ ان انا لو عندي for example ادي مثلا seabed وفي cliff وفي water waves جاية هتغبط في الكليف، ما دام ان انا عندي هنا ووتر وهنا روك، ما دام اتنين ميديا، اول ما الويف هتخبط في ميديم جديد هيحصل لها ريباوندنج، ده اللي احنا بنسميه ريفلكشن. طب ايه الديفراكشن ده؟ ان انا ساعات مثلا لو حد فيكم راح اسكندريه اي بيتش كده بتلاقي فيه حاجه اسمها لسان على البيتش. ايه الفكره بتاعت اللسان ده؟ ان انا بره في ويفز كتيرة جداً جاية، أول ما تقبض في اللسان ده هيحصل لها حاجة اسمها spreading خفيف كده، وفي الحتة دي مفيش waves والحتة دي مفيش waves. اللازمة بتاعت اللسان ده إن هي بتقلل spreading بتاع الwaves، فأنا عندي دلوقتي الwaves مشيت في حتة معينة. طب لو أنا ضيقت اللسان شوية هلاقي الwaves ابتدت تسبريد أكتر. فلو سألني يعني إيه diffraction of waves أقول له ده spreading، لو في جاب كده هيحصل spreading للويفز. اوكي يعني يا مستر هي الجاب دي يا مستر هي بتغير لسه هشرحها بالتفصيل، ما استنى تمام. طيب الريفراكشن معناها change in speed. اوكي يعني الويف كانت ماشيه بسبيد معينه وقامت غيرت السبيد بتاعتها، ده بيحصل لما بروح to another medium برضو. يعني أنا دلوقتي لو كان في ويف كانت داخلة مثلا من الووتر هنا وخبطت في الروك، لو جزء من الانرجي دخل في الروك هلاقي السبيد بتاع الويف اللي ماشي في الروك غير السبيد بتاع الويف اللي ماشية في الووتر. فأنا دلوقتي عشان أغير السبيد ويحصل ريفراكشن لازم أكون دخلت في another medium. ده general بس definitions للحاجات بتاعتي. دلوقتي هنشوف كل واحدة بالتفصيل. إيه الريفراكشن ده بقى؟ لو انا عايز ارسم ريفلكشن في رول للريفلكشن، ان انا في حاجه اسمها انجل اوف انسيدنس بنسميها اي، وفي حاجه تانية اسمها انجل اوف ريفلكشن بنسميها ار. الاثنين دول بيبقوا قد بعض. فور اكزامبل لو انا عندي حيطه وفي ويف نازله كده زي مثلا ووتر ويف، ده الدايركشن بتاعها، عند الحته اللي خبطت فيها دي في imaginary line كده بنسميه the normal line.
النورمال من اسمها معناها 90 degrees، بس 90 degrees مع السيرفيس اللي انا خبطت فيه، يعني ادي الوول انا قصدي perpendicular على الوول مش perpendicular على الويف. طيب مين الانجل اوف انسيدنس بقى؟ الانجل اوف انسيدنس هي الانجل اللي ما بين النورمال وما بين الدايركشن بتاع الويف اللي داخل، دي بنسميها انسيدنت ويف، ويف داخله نازله، وده بنسميه نورمال لاين. اللاين ده مش موجود حقيقي، احنا بس بنتخيله. الانجل اوف انسيدنس ما بين الانسيدنت ويف والنورمال لاين. طيب مش انا قلت ان في حاجه اسمها انجل اوف ريفلكشن وانها ايكوال للانجل اوف انسيدنس؟ بتبقى من الناحيه الثانيه من النورمال، دي الانجل اوف ريفلكشن، والاثنين دول ايكوال لبعض، فده بنسميه ريفلكتد ويف. يعني لو سالني مين الانجل اوف انسيدنس، هي الانجل بتوين ذا انسيدنت ويف اند ذا نورمال لاين. مين الانجل اوف ريفلكشن، هي الانجل بتوين ذا ريفلكتد ويف اند ذا نورمال لاين. طب ايه الريليشن شيب ما بين الاثنين؟ او يقول لي كده وات از ذا رول اوف ريفلكشن، ان الانجل اوف انسيدنس ايكوال الانجل اوف ريفلكشن. النورمال دايما بيبقى 90 degrees على الحاجه اللي بتعمل لي ريفلكشن، مش على الويف اللي داخله ولا على الويف اللي خارجه، على الحيطة اللي خبطت فيها. طيب عشان نفهم أكتر، بيطلب مني غلاسة، يعني منه إن أنا أرسم الويفز دول بالويف فرونتس بتاعه. فأنا فور إكزامبل لو قلت مثلا إن الويف اللي نازلة شكلها كده، عشان أرسم ويف فرونتس برسمها 90 degrees على الويف. فانا ادي ويف فرونتس، لازم اخد بالي ان الديستنسز دول يكونوا قد بعض عشان الويف لينث ما بيتغيرش لو انا في ميديم معين. طيب دلوقتي انا خبطت في حيطه، ادي الحيطه، عشان ارسم ريفلكشن اولا مفيش حاجه بتعدي الحيطه، يعني الجزء ده اصلا مش موجود، الجزء ده اصلا مش موجود برضو. لو قلت ان دول هرقمهم، ده ويف فرونت 1، ده ويف فرونت 2، 3، 4 وهكذا، وفي ويف فرونتس ثانيه نازله وراه. لو انا عايز ارسم الريفلكشن لازم الاول ارسم النورمال اللي هو 90 degrees، واقول ادي الريفلكتد، هقيس الانجل دي كام بالبروتراكتور واقيس زيها الناحيه الثانيه، واقوم راسم الدايركشن اللي انا هطلع فيه. ده الدايركشن بس. انا لسه عايز ارسم ويف فرونتس، الويف فرونتس بيبقى 90 degrees على الدايركشن، ادي الويف فرونتس بتوعي اهم. بعد شويه طيب دلوقتي باي ذا واي، لو قلت ان انا عندي دلوقتي ده A وده B C D، لان اللي خبط الاول هو اللي بيطلع الاول، فانا وان اول واحد خبط في الحيطه، فهو واحد اول واحد هيكون طالع من الدايركشن ده. اوكي؟ فانا عندي 1 ده اول واحد خبط، فهيبقى اول واحد طلع فهو ده ال1، وال4 هيبقى اخر واحد خالص اللي هو تحت. اوكي، طيب الغلاسه بتاعته ان هو ما بيسيبنيش ارسم الويف دلوقتي وكمان شويه، هو بيقول لي ان انا في ويف اوريدي خبطت وفي ويف فرونتس اوريدي خبطه، وانا عايز ارسم الويف فرونتس بتاعهم وهم مخبوطين. طب اعملها ازاي دي؟ خلينا نفهم بس الاول الشكل. ادي ويف فرونت، ادي ويف نازله، الويف فرونتس بتاعتها اهي، ثلاثه ويف فرونتس، والمفروض الريفلكتد بتاعتها هتبقى شكلها كده، هرسمهم الاول بعاد عن بعض. وادي الحيطه بتاعتي اللي انا خبطت فيها، زي مثلا ادي نورمال لاين. النورمال لاين دايما برسمه في الحته اللي انا خبطت فيها. طب دلوقتي عشان افهم شويه ايه اللي حصل، هجيب اللي انا رسمته ده كانسيدنت ويف ومحركه بحيث انه يخبط في النورمال لاين، زي مثلا خبط هنا. اوكي؟ وهجيب الريفلكتد ويف بتاعتي وبرضه هخليها تخبط، بس انا عندي دلوقتي احنا كنا قلنا
ان اول واحد اللي هو ده 1 ده المفروض يبقى مع الويف فرونت ده، و2 يبقى مع الويف فرونت ده، و3 يبقى مع الويف فرونت ده، بس ده اصلا ما طلعش، يعني ده ما اصلا ما خبطش هنا، مش ميز ان ده 1 وده 2 وده كان حاجه خبطت قبل كده ماليش دعوه بيه. طب لما اجي احركها هنا بقى ايه اللي انا هشوفه؟ انا عارف ان الاشكال دخلت في بعض، بس انا همسح شويه حاجات. احنا قلنا كده كده مفيش حاجه بتعدي ورا الحيطه، فانا همسح كل حاجه ورا الحيطه. خلينا نركز دلوقتي. شايفين دلوقتي لو انا بتكلم على زي مثلا لاين شكله كده، اللاين ده هيبقى كان ترافلينج في الاول في الدايركشن ده، بعدين هيحصل له ريفلكشن، فمفروض يبتدي يترافل في الدايركشن ده. فانا عندي دلوقتي الريد لاينز دول بقى وماشيين الناحيه دي، فانا بيزيكلي الفكره صح بس المنظر شكله مش لطيف. طب ارسمها ازاي من غير ما اتلخبط؟ لو هو رسم لي دلوقتي ادي الحيطه بتاعتي وادي الويف فرونتس اللي اوريدي نازلين، زي مثلا واحد كان خبط كده، واحد كان خبط كده، واحد لسه ما خبطش، انا عايز ارسم الريفلكشن بتوع الاثنين دول، لان دول اللي اكشلي خبطوا في الحيطه، التالت ده لسه ما خبطش في الحيطه. الريفلكشن بتاعي انا الكونسبت بتاعي ايه؟ انا اللاينز كان شكلها كده، عايز اللاينز يبقى شكلها كده، عشان ده كان مسافر في الناحيه دي، ده هيبقى مسافر في الناحية دي، فأنا عايز اللاينز الجديدة تبقى شبه ده. فأنا دلوقتي هاجي عند الحتة اللي خبطت دي، أقول أنا الجزء اللي كان المفروض يكمل شكله كده هرسمه الناحية التانية. الأنجل دي هي الأنجل دي. فعلاً اللاين ده شبه اللاين ده. طيب الحتة اللي خبطت هنا، باقي الويف فرونت كان شكله كده، هرسمه بارلل اللي قبليه بنفس الانجل بالظبط. فبقى عندي الاثنين لاينز الريد اللي انا رسمتهم دول شبه اللاين بتاع الريفلكتد ويف. ففعلا دلوقتي انا عندي لو شفت الريفلكشن اقول اه ده الدايركشن بتاع الانسيدنت ويف، وادي المفروض الريفلكشن يكون كده. لما اجي اكمل اللاين ده لورا هلاقي فعلا الريد لاينز دول عاملين معاه 90 degrees. اوكي؟ وكل اللي انا بعمله بشوف الحتت اللي خبطت، وبدل ما بكمل اللاين لتحت برسم الاوبوزيت بتاعه. اوكي ده الريفلكشن لو انا عندي بلين ويف. خلينا بس نتفرج عليها كسيميوليشن الاول. دلوقتي انا هعمل بلين ويفز، ده ريبل تانك، ده منظر ريبل تانك من فوق، هعمل هنا بلين ويفز وهحط حيطه. اوكي فين ولا الحيطه دي هحطها مايله كده، ما حدش يستغرب من اللي هيحصل. هوقف وهعيد من الاول، الدنيا هتبقى بيس. اوكي ستوب الويف، كلير ويفز. طيب دلوقتي الحيطه دي مايله، انا هبتدي انزل عليها ويفز. اوكي خلي بالكم الويفز دلوقتي هوريزونتال، هنشوف اول ما تخبط في الحيطه هنا هيبقى شكلها عامل ازاي. شايفين اللاين ده؟ ده الويف فرونت بتاع الويفز الجديده اللي ابتدت يحصل لها ريفلكشن. ده الويف فرونت الاولاني، ده الويف فرونت الثاني، وهكذا. اوكي فانا دلوقتي الويف فرونتس في الاول كانت هوريزونتال بس كانت نازله كده فيرتيكالي داون. طب لما طلعت كده، ايه الدليل انها طلعت كده؟ بيربنديكولار على الويف فرونت الاولاني. الويف فرونت كان مايل كده، يبقى الدايركشن الجديد اهو. فانا الويف نزلت كده وردت كده. طيب دلوقتي لو انا عندي مش بلين ويفز، عندي سيركلر ويفز، ايه اللي يحصل لو انا عندي سيركلز؟ زي مثلا ادي سيركل اهي، مش سيركل، معلش، ادي سيركل صغيره، اخد منها واعمل واحده اكبر شويه. شوية
اوكي عندي سيركلر ويفز بالشكل ده. ايه اللي يحصل لو السيركلر ويفز دي خبطت في بارير زي مثلا هنا؟ احنا كده كده قلنا ان انا تحت البارير ما بيعديش اي ويفز، فانا دلوقتي همسح الجزء اللي تحت. طب ايه اللي هيحصل للسيركلز دي؟ انا عندي لو قلت ان ده السنتر بتاع الويف، خلينا بس ناخد كوبي من الكلام ده الاول عشان هنحتاجه تاني. اوكي لو انا قلت ان انا السنتر النقطه دي هي مركز الويفز، والويف جت من ناحيه وخبطت هنا، لو رسمت نورمال جيت اشوف الريفلكشن بتاعه هيبقى عامل كده. طب لو جيت اشوف عند الويف اللي قبلها، الويف فرونت اللي قبله، هاجي من هنا اجي ارسم نورمال الاقي دايركشن تاني خالص عشان الانجل كانت مختلفه. بس لو عملت اكستنشن للاثنين لاينز دول هيتقابلوا في بوينت معينه، البوينت المعينه دي اللي خارج منها الويفز الريفلكتد، يعني ده خارج منه ويف كده وبرضه خارج منه ويف الناحيه دي، يعني الويفز اللي هيحصل لها ريفلكشن كانها جايه من سنتر معين. طب السنتر ده فين بالظبط؟ هلاقي قصاد السنتر بتاع الويف الاصليه وعلى نفس الديستنس. اوكي يبقى انا دلوقتي لو عندي سيركلر ويفز هتعمل ريفلكشن، السنتر بتاعها كانه ورا الحيطه، كانه هو اكشلي ما فيش سنتر بس كانه ورا الحيطه. طب لو انا عايز ارسمها، عايز ارسم بقى الريفلكشن بتاعي يعني، هيكون شكله ازاي؟ هقول انا عندي دلوقتي ادي المنظر بتاعي، ادي الويفز اللي كانت داخله وادي الحيطه بتاعتي، هرسم لاين فيرتيكال كده من السنتر ده لتحت وقيس نفس الديستنس بالظبط، يبقى السنتر اللي تحت اخر اللاين ده هو السنتر الجديد. طب اعمل ايه عشان ارسم الويفز؟ خلي بالكوا ان دول برضو ويفز في كذا دايركشن، قلنا لو انا عندي ويف رايحه في كذا دايركشن ولازم ارسم ويف فرونت اكيد هيبقى شكلها سيركل. اي سيركل برسمها كده بديفايس لا سمح الله ممكن حد يكون مش عارفه اسمه كومبس. اوكي فانا الرسمه دي مش هرسمها بايدي، هرسمها بكومبس. الكومبس فيه سن بخرم بيه الورقه والسن الثاني بيبقى فيه قلم، ده اللي انا برسم. طب هعمل ايه؟ هحط سن الكومبس هنا والناحيه اللي بترسم هحطها على الحتت اللي خبطت. اوكي فانا مره هفتح الكومبس بالفتحه دي واقوم راسم اول كيرف، اول كيرف هلاقيه شكله كده، هلاقيه قفل بالظبط على قصاد الناحيه الثانيه، وبعدين افتح الكومبس تاني من اول هنا وارسم تاني كيرف الاقيه بالظبط برضو قفل على قصاد الناحيه الثانيه. فده شكل الريفلكشن بتاع السيركلر ويف. ادي سيميليتر عايزين ريست تشين ويفز، وعندي هحط فور اكزامبل مش عايز بلين ويفز انا عايز سيركلر ويف سنجل. اوكي وهحط حيطه برضو، الحيطه دي اهي. اوكي دلوقتي انا عندي بوينت واحده بس هي اللي هتطلع الويفز، نشوف هيحصل ايه دلوقتي. الويفز خلينا نجيب الويفز، الويفز نازله خلي بالك قبل ما تخبط على طول كان شكلها سيركلز عادي، اول ما هتخبط بص شكلها عامل ازاي. السنتر اللي انا بطلعه بقى بشوف الديستنس دي قد ايه وايه زيها الناحيه الثانيه، الكومبس بتاعه بفتحه على الديستنس دي بقى. طيب فانا دلوقتي عندي رسمتين للرفلكشن، يا اما بلين ويفز يا اما سيركلر ويفز. لو بلين ويفز بشوف اللي خبط، بشوف الانجل اللي اللاين كان اصلا عاملها، الويف فرونت كان عامله، بقيس الانجل الناحيه الثانيه وبرسم الرفلكتد وخلاص. لو سيركلر الستبس بتاعتي بشوف الديستنس ما بين السنتر بتاع الويف والحيطه وبقيس زيه تحت، واقول ده السنتر الجديد بتاعي، بشوف اي حته خبطت واقوم فاتح الكومبس على قدها واقوم راسم الكيرف بتاعي وخلاص خلصت على كده.
طيب دلوقتي نشوف اللي بعده. احنا خلصنا الريفلكشن، نشوف الديفراكشن. احنا قلنا الديفراكشن كان معناه spreading of waves. فانا لو عندي مثلا ادي wave front، wave front بعده wave front بعده اهو، ودي مش ودي select. اوكي سوري معلش الماوس مش راضي يتحرك، يشيل ده مش عايزين. اوكي انا عندي ويف فرونتس كده ماشيه، قبلت البارير في النص حيطه كده مثلا، عندي حيطه هنا ودي كانت ووتر ويز. اللي هيحصل ايه؟ انا هنا في ووتر وهنا برضو في ووتر، ما دام عندي نفس الميديوم يبقى السبيد كونستنت. دي حاجه مهمه جدا، ما دام ما غيرتش ميديوم يبقى انا نفس السبيد، والفريكوينسي دايما بتاعت الويفز بتبقى كونستنت، سواء انا بتكلم على ريفلكشن ريفراكشن ديفراكشن، كل ده دايما الفريكوينسي كونستنت. طب لو السبيد كونستنت والفريكوينسي كونستنت، كان في equation بتقول لي speed equal lambda f، v equal lambda f، يبقى lambda equal v over f. لو الاثنين دول constant يبقى المفروض ال wavelength ما يتغيرش. فانا لو عندي دلوقتي ده direction بتاع ال wave، جيت اقيس ال distances دي، المفروض على نفس ال distance كده يكون في wave front تاني، على نفس ال distance يكون في wave front تاني هنا، واحد تاني هنا، واحد تاني هنا، وهكذا. بس هنا انا عندي كان في بلين ويف عشان لسه ما عدتش من الجاب. احنا كنا بنسمي الديفراكشن سبريدنج. طب ليه بسميه سبريدنج او ليه بيحصل سبريدنج؟ ده سبب حاجه اسمها سيرفيس تنشن، للاسف مش عليكم. اللي بيحصل ان انا من اول هنا، من اول الجاب دي، بيحصل ان الدايركشن مش بيبقى في وان اورينتيشن، يبتدي يسبريد الويف في كل الدايركشنز دي، كل الدايركشنز اللي في النص. وقلنا برضو ما دام انا عندي كذا دايركشن يبقى اكيد شكل الويف سيركلر، which means ان الويف من الناحيه الثانيه هيبقى شكلها كده. ودي هتعمل كيرف صغير كده. باي ذا واي بيبقى شكلها عامل زي الواي فاي، ما حدش يرسم لي لو عندي جاب اهي، محدش يرسم لي الديفراكشن كده، دي غلط. شكلها بيبقى عامل زي الواي فاي، تبقى صغيره تكبر. وبرده السبيسز دي بعد الجاب زي قبل الجاب عشان الويف لينث ما تغيرش. اوكي طيب دلوقتي عايزين برده نشوف الشكل بتاع الديفراكشن. خلينا نشوف في السيميليشن. انا عندي بلين ويفز وهحط حيطة، الحيطة دي هعمل فيها فتحة صغيرة خالص، هحط حيطة تانية واسيب مكان ضيق خالص الويف. طيب انا عندي دلوقتي الحيطة دي عامله مكان ضيق الويفز تعدي منه. دلوقتي نشوف الويفز ماشيه ازاي. كانوا ستريت قبل الجاب، كل ده قبل الجاب، اول ما عدوا من الجاب بصوا شكلها، شكل الويفز بقى عامل ازاي؟ بقى عامل سيركلر ويفز عشان الجاب ضيقه شويه. طب ايه اللي يحصل لو انا وسعت الجاب؟ اوقف الويفز. باي ذا واي الديستنس دي قد الديستنس دي، ده معناه ان الويف لينث ما اتغيرش. طيب انا هشيل الويف دي وهوسع الجاب شويه، خليها كده بقت كبيره قوي. ايه اللي يحصل اول ما هعمل اشغل الويفز؟ الحته دي تقريبا عدت ستريت، بس برضو بقى في كيرفتشر صغير. الكيرفتشر ده كان عند اخر
الجاب، لكن كل حتة اللي من اول الول للول التانية كانت شكلها straight. طب لما اجي ارسمها انا في الامتحان ارسمها شكلها عامل ازاي؟ خلينا نرسم في space تحت زي مثلا لا مش. زي مثلا قال لي ان انا عندي wave fronts شكلها كده، مفروض ان دول plain waves يعني، وده الدايركشن اللي هما ماشيين فيه. وقال لي ان انا عندي barrier كده حيطة، ده منظرها. الحيطة دي عاملة gap واسعة قوي. يعني ايه واسعة؟ قصدي ان الديستنس من الحيطة للحيطة اكبر من الديستنس ما بين wave front to wave front. اوكي، فانا لو الجاب بتاعتي اكبر من الويف لينث هيحصل الايه؟ هقيس الديستنس بتاعت الويف لينث كام واعمل بوينتس كده. سوري، اعمل بوينتس معينه مكان الويف فرونتس الجديده عشان اقول ان الويف لينث ما اتغيرش. بس بدل ما ارسم كيرفز هرسم ستريت لاين ستريت لاين ستريت لاين كلهم قد الجاب. طب على الادج اعمل كيرف صغير، الكيرف ده بيكبر شويه. اوكي، يبقى انا دلوقتي لو عندي جاب واسعه قوي اكبر من الويف لينث هرسم ستريت لاينز على قد الجاب، وعلى الاند بتاع الستريت لاينز دول هرسم كيرفز صغيره وبتكبر. اوكي، بس برضو مش بتكبر جامد قوي، مش بتبعد قوي. الاول برسم الدايركشن لو هو مش مدهوني. اوكي، يعني دول الويف فرونتس. تمام، بعمل 90 ديجريز على الويف فرونتس كده، انا رسمت الدايركشن وبكمله لغايه بعد الجاب. اوكي، بشوف الديستنس بتاعت الويف لينث كام واقيس زيها كذا مره. اوكي اوكي تمام. فعلمت مكان الويف فرونتس الجديده فين. حلو، بعد كده بقى برسم straight lines وفي اخرها curves. الاولانيه برضو اللي هي كانت circular. لو انا عايز ارسم circular wave fronts خلينا نرسمها في حته جديده. لو قال لي ادي البارير اهو، الجاب بتاعته صغيره بالنسبه للويف لينث، يعني الويف فرونتس بعاد عن بعض، الاقي الديستنس دي اكبر من الفتحه بتاعت الحيطه. هرسم برضو direction perpendicular على ال wave fronts 90 degrees وقيس distance دي وقيس زيها، اعلم مكان ال wave fronts الجديدة. كل دول equal spaces. اوكي طيب، هشوف اخر wave front ما طلعش برا وده يكون السنتر بتاعي. اوكي، وبما انهم circular فانا محتاج compass. اوكي، اجيب برجل برضو وافتحه، دايما السنتر بتاعي اهو، واقول ادي اول كيرف، افتح الكومباس زياده شويه لغايه ما اوصل هنا وارسم تاني كيرف، افتحه زياده وارسم تالت كيرف وهكذا. اوكي، في حد عنده سؤال في الرسمه دي؟ بس انا مش فاهمه حته بنفتح الكومباس على اساس ايه بالظبط. بفتحه على اساس انا دايما السنتر بتاعي هنا، دايما سن الكومباس اللي بيخرم الورقه في الرأس في النقطة السوداء الجامدة دي. اوكي، وعندي دلوقتي لما بفتح الكومباس بشوف النقط اللي انا عملتها بتاعت الويف فرونتس فين، بفضل اوسع الكومباس كده لغاية ما اوصل للبوينت دي ومرسم الكيرف من عند الاكسات دي. تمام؟ اوكي لا فهمت، شكرا. طيب، واحنا كده عرفنا ازاي نرسم ريفلكشن وازاي نرسم ديفراكشن. طيب، مين من الاثنين اللي هو جاب واسعه او جاب ضيقه بقول عليه ديفراكشن احسن؟ لو تلاحظوا السبريدنج هنا انا عملت انجل كبيره وسعت انجل كبيره، لكن في الثانيه اللي هي كانت بلين ويفز الانجل بتاعتي ما كبرتش قوي، الانجل كانت صغيره، which means ان انا سيركلر ويفز ده ديفراكشن احسن، ده سبريدنج احسن. فيقول لي اني حاجه اني كيس فيها البيست diffraction. البست diffraction لما بيكون الجاب قد الويف لينث،
لو كبرت الجاب الديفراكشن يقل، لو صغرت الجاب الديفراكشن لسه هيفضل سيركولر بس كميه الانرجي اللي هتعدي هتبقى قليله. فانا احسن حاجه عندي ان انا اخلي الجاب قد الويفلث او تقريبا قده، يعني اكبر منه سنه اوكي، اصغر منه سنه اوكي، بس اكبر قوي او اصغر قوي ده وحش. تمام اوكي. طيب دلوقتي احنا كنا قلنا في حاجه تانية اسمها refraction of wave. ايه refraction of waves ده؟ لو انا say مثلا عندي water wave في tank، ده surface بتاع المية الاصلي، ده اللي احنا بنسميه rest position، بس انا التانك ده ما عندوش depth ثابت، حطيت فيه حتة ازاز كده في النص، say مثلا حتة الازاز دي خلت ال depth هنا shallow، دي shallow part وده deep port وده برضو بعدي deep port. ايه اللي هيحصل لو انا ابتديت اطلع waves من هنا؟ ال deep water بيمشي فيها ال waves بسبيد عالي، which means ان الجزئين اللي في الاول والاخر ال speed بتاعت ال wave هتبقى كبيرة، لكن هنا ال speed هتبقى قليلة. دي حاجة كده اكتشفوها، ان دايما في ال shallow water ال waves بتمشي ببطء، الديب ووتر الويفز بتمشي بسرعه. فاحنا قلنا كده كده الريفراكشن كان معناها تشينج ان سبيد اوف ذا ويف. لما رحت من ميديوم لميديوم، في الكيس دي رحت من ديب لشالو وبعدين رحت لديب تاني، فالسبيد كانت كبيره قلت وبعدين زادت تاني. احنا قلنا ان دايما الفريكوانسي كونستنت بغض النظر اللي بيحصل ريفلكشن ولا ريفراكشن ولا ديفراكشن، دايما الفريكوانسي بتاعت الويف هي الفريكوانسي بتاعت الحاجه اللي عملت الويف. ده كان بيفايبريت بفريكوانسي اف، كل الويفز اللي هتطلع هتبقى عندها نفس الفريكوانسي اف. بس عندي فكره بقى في الايكويشن بتاعت سبيد ايكوال لامدا اف، لو حطيت لامدا سبجكت، اللامدا كانت في اوفر اف والاف كونستنت، لو السبيد زادت هلاقي الويف لينث زاد، لو السبيد قلت الاقي الويف لينث قصر. Which means ان انا لو اتفرجت على الويفز دي الاقي هنا في ويف لينث كبير، واول ما ادخل هنا الاقي الويفز قربت من بعض، الويف لينث قصر جامد، ودلوقتي السبيد هتزيد تاني الاقي الويف لينث رجع بعد عن بعضه تاني. فانا الحته اللي الاقي فيها الويف لينث قصير اعرف على طول ان السبيد قليله، الحته اللي الاقي فيها الويف لينث طويل اعرف على طول ان السبيد عاليه. دلوقتي لو انا بصيت على المنظر ده من فوق، زي مثلا انا بتفرج على ريبل تانك من فوق، المفروض اشوف ويف فرونتس. طب الويف فرونتس دول هيكون شكلهم عامل ازاي؟ لو انا ادي الدايركشن بتاعت الويف وادي اول الحته الشالو واخر الحته الشالو، المفروض قبل الشالو كان عندي ويف لينث كبير، فالاقي الويف فرونتس بعيد عن بعض. في الحته الشالو الويف لينث قصر، which means ان الويف فرونتس هيقربوا من بعض. بره لما اخرج تاني الاقي الويف لينث كبر تاني. اوكي؟ فانا الحته دي هي فيها السبيد القليله، الحته اللي قبلها سبيد عاليه، اللي بعدها برضو سبيد عاليه. طيب ده كله لو انا البارير ما بين السبيدز اللي هي في مكان فيه سبيد عاليه وسبيد واطيه وانا داخل عليه كده داخل ب 90 ديجريز. خلينا نشوفها برضه في سيميليشن ايه اللي هيحصل لو انا حطيت ميديوم السبيد بتاعته قليله. خلينا نريست الكلام ده كله كويس ونأد a medium. اوكي طيب انا هكلير الويفز ونشوف ايه اللي هيحصل اول ما هنشغل. دلوقتي الويف لينث ديستنس معينه الحته السوداء دي، نشوف هيحصل الويف لينث ايه اول ما يدخل. بصوا الويف لينث قصر، وهتلاحظوا ان السبيد جوه الريجن الزرقاء دي اللي هي المفروض دي الشالو بارت اللي هي السلو بارت، الويف ماشيه بالراحه، هنا ماشيه بسرعه هنا ماشيه بالراحه. اوكي والحته اللي ماشيه فيها بالراحه الويف لينث قصير، يعني السبيد قصير. تمام؟ اوكي.
ونرجع تاني للشرح. ايه اللي يحصل لو كانت الانجل اللي انا نازل بيها من سبيد عاليه سبيد قليله، او من سبيد قليله لسبيد عاليه مش 90 ديجريز؟ لو 90 ديجريز كنت هلاقي بس الويف فرونتس قربوا وكملوا عادي وخلاص. لو انا نزلت مايل بقى زي مثلا البارير كان كده، الحته دي فيها سبيد قليله والحته دي فيها سبيد عاليه، وانا اصلا كنت ماشي في الدايركشن ده، الويف فرونتس بتاعتي زي مثلا ادي اول ويف فرونت تاني ويف فرونت وهكذا، اوكي الويف فرونتس دول هم اللي خبطوا، ده هم هنسميهم A و B. ممكن نحط واحد تاني سميه C، خبطوا في الحتة دي. طب ايه اللي يحصل لو انا ماشي بسبيد قليلة؟ لو انا عندي لاين كده الناحية دي ماشية بسبيد عالية والناحية دي ماشية بسبيد قليلة، فجأة هلاقي اللاين ده أمال بالطريقة دي، فأنا عندي في الويف فرونت اللي هو اسمه سي ده في الجزء الفوقاني ده السبيد عالية، لكن في الجزء اللي تحت المفروض السبيد قليلة لأن أنا دخلت في الريجن اللي هي بطيئة، أوكي؟ فهلاقي اللاين مال بالطريقة دي، هلاقي الويف فرونت لوحده قام محود كده لأن الجزء ده لسه كان بطيء اللي أنا لسه رسمه ده، والجزء اللي فوق ده لسه ما دخلش في الحته اللي فيها سبيد قليل. طب اللي بعده هيبقى نفس المنظر بارلل ليه بالظبط، اللي بعده نفس المنظر بارلل ليه بالظبط، الاقي الويف لينث هنا فعلا اقصر من الويف لينث هنا عشان السبيد بقت اقل، ده الويف لينث الاولاني ده الويف لينث الجديد. طب لما اقول ان انا الويف فرونس بتاعتي حودت كده، لما اجي ارسم الدايركشن الاقي الدايركشن غير معايا، يعني أنا ده الدايركشن الـ initial direction كان ماشي في ناحية، بس بما إن الـ wave front حوده يبقى الـ direction أصلاً بتاع الـ wave التالت تمشي في حتة تانية خالص. أنتوا لو في حد فيكو ركب بيتش باجي قبل كده زي مثلاً نرسم رسمة البيتش باجي تحت، لو أنا عندي شارع وفي جنبه رملة، ادي الشارع اهو وهنا في سامي، الشارع عنده فريكشن عالية عشان الشارع واقف في مكان، لكن الرملة العجلة لما تيجي تلف في الرملة الرملة بتطير، فما بتدينيش enough friction تزق لي البيتش باجي. انا هفترض ان الكنبة اللي انا برسمها دي بيتش باجي، انا نازل من الشارع ورايح للساند، لو الانجل ما بين الشارع والساند بالنسبه لي 90 ديجريز على الناحيه اللي انا ماشي فيها، هلاقي فجاه البيتش باجي بطا وخلاص بس ماشي في نفس الناحيه، بس لو ده الشارع وده الساند وانا ماشي كده اصلا ادي البيتش باجي، العجله دي اللي هو العجله اللي على الشمال هيدخل في الساند الاول، which means ان دي هتبطا بس العجلة دي لسه ماشية بسبيد عالية. طب لو أنا عندي لاين مايل كده الناحية دي ماشية بسبيد قليلة والناحية دي ماشية بسبيد عالية، هلاقي البيتش باك حود مني بقى ماشي في دايركشن تاني لف في الناحية دي. خلي بالكوا الأوريجينال دايركشن بتاعي كان مكمل كده، بس دلوقتي البيتش باجي بقى ماشي كده عشان ناحية بطلت والتانية لسه ماشية سريعة فحولت. بس هي مستر هي الناحية اللي بطلت عشان دخلت في الساند؟ اه دخلت في الميديم الجديد قبل التانية، اوكي، والميديم الجديد ده كانت السبيد بتاعته قليلة، اوكي اوكي ثانك. طيب ايه اللي يحصل طيب لو انا رايح من سبيد قليلة لسبيد عالية العكس؟ خلينا نشوف شكل الويز برضو لو السبيد بتزيد مش بتقل. هقول برضو ان البارير مايل، هقول برضو ان الويف داخله كده مش 90 ديجريز، وادي الويف فرونتس بتاعتي، ادي اول واحد تاني واحد وهكذا.
طيب ده الدايركشن الانيشال. اللي خبطوا هم دول اللي انا عامل عليهم دوائر دول. دلوقتي هنا السبيد كانت قليله، هنا السبيد كانت كبيره. لو انا عندي لاين كان فيرتيكال في الاول وهنا ماشي بسبيد قليله وهنا ماشي بسبيد عاليه، هيميل الناحيه الثانيه، هيميل بقى يبقى عامل كده لان البارت دي هتسبق. طب ما انا عندي اللاين اللي انا هسميه ايه ده كان فيرتيكال، الجزء التحتاني منه هيبتدي يسرع دلوقتي لان انا ماشي بسبيد عاليه، فلاقي اللاين مال كده والاقي اللي بعده مال في نفس الناحيه واللي بعده مال في نفس الناحيه. طب لو انا حبيت ارسم الدايركشن الجديده، دايما الدايركشن عامله 90 ديجريز مع الويف فرونت، هلاقي نفسي حولت الناحيه الثانيه. اوكي انا مش فاهمه ايه الفرق ما بين دي واللي قبلها. طيب بصي الفرق كده هسويتش ما بينهم بسرعه. بصي دي مالت في انهي ناحيه ودي مالت في انهي ناحيه. دول مالوا بحيث ان الويف لينث قل، دول مالوا بحيث ان الويف لينث زاد. اوكي تمام. طيب دلوقتي لو انا فكرت فيها بطريقه تانية برضو بيقولوها في الكلاس، مش دي البوينت اللي الويف خبطت فيها؟ لو رسمت عندها نورمال، نورمال لاين، انا الويف كانت اصلا ماشيه في الدايركشن ده وقامت حودت away from the line away from the normal. اوكي نورمال اهو انا بعدت عن النورمال، فانا لو انا speeding up احود away from the normal. طب لو انا slowing down زي الرسمه الاولانيه، ادي الحته اللي انا خبطت فيها هرسم عندها نورمال، نورمال 90 degrees على الباوندري مش على الويف، على الباوندري ده الباوندري. طب انا الويف كانت ماشيه كده، انا المره دي بقى قربت للنورمال، مشيت towards the normal. انا لو slowing down هحود ناحيه النورمال، لو انا speeding up هحود away from the normal. وازاي ارسم اصلا الويف فرونت؟ انا ممكن ببساطه اعرف بس الراجل بيقول لي اللي انا رايح له ده السبيد هتزيد ولا هتقل، واجرب لما اجي اميل الويفز هيطلعوا بيبعدوا عن بعض ولا بيقربوا من بعض، وارسم بتاعتي. لو طلعت السبيد اكتر يبقى المفروض الويف لينث يزيد، لو طلعت السبيد اقل يبقى المفروض الويف لينث يقل. بس خلي بالكم من حاجه، انا دايما اللاينز اللي انا برسمها بتبتدي من الحتت اللي خبطت، مش هرسم من حتت ثانيه الا لو هو قال لي عايز ويف فرونت زياده، اشوف الديستنس اللي هي الويف لينث دي كام واقيسها على الدايركشن واقوم راسم واحد تاني بارلل اللي انا اوريدي راسمه. اوكي خلينا نرسم عدل بس شويه. ادي الديستنس اهي، ادي الويف فرونت الجديد بارلل ده، والديستنس دي هي هي.